لجنة الاستئناف لم تنظر في الموضوع وأحالت الملف إلى لجنة النزاعات، ولجنة النزاعات تسلمت الملف لكن رفضت البت في مسألة تأهيل اللاعب شمس الدين الغوادي على أساس تقول لك هذا مش ولاد، ولذا مكتب الجامعة تحمل مسؤوليته وتعاهد تلقائيا بهذا الملف، وبعد النظر فيه خذ قراره بتأهيل لاعب شمس الدين الذوالي لفائدة النادي الرياضي الحامل الملف بداية من تاريخ 29 نوفمبر 2011، وهو تاريخ القرار اللي خلال المكتب الجامعي بعقوبة بعقاب هذا اللاعب مدة 3 أشهر. شو معناها؟